بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم، التوكل على الله سبحانه وتعالى في هذه الانطلاقة الجميلة والمميزة، ونذكركم بالتوقيت الأفضل والأجمل في هذه الصباحية الجميلة والمميزة، عالية لعزيم بن محمد بن هزيم المسافر. سلاماتنا لأهالي رأس الخيمة هناك بهذا الحضور. 5:59 جميل، توقيت مميز في مستوى سن الإذاعة. نتمنى الأفضل لشعار بن هزيم ولجميع الشعارات التي تحضر هنا على ضية هذا الميدان. شوطنا 13 خصص الإبكار المحليات الأصايل، أتمنى إن شاء الله كل التوفيق. الحاكمة في المركز الأول، ثاني بن أحمد بن علي الرزي الشامسي من يسيطر على المستوى المركز الأول، بينما مياسة وعبيد بن سعيد بن محمد المهيري نقلتنا على المركز الثالث. هناك وصول لمحمد بن صالح خليفة الاشتبي مع اسحيمة، وفي المركز الرابع شعار المري والإخوة هملول سعيد بن محمد بن سعيد المري الشاعر متألق مع هذا الاسم الجميل والمميز، بينما هناك لقلتنا على المركز الخامس. اللي في المركز الخامس مشكورة، شعار التوقيت الأفضل يا هزيم يا بن محمد يا بن هزيم المسافري، نقلتنا على سادس المراكز. هناك النصيبة وسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، وسابعا أيضا وصلت أيها الإخوة اللي في المركز السابع المس علي بن عبد الله بن علي بن واس لاجتبي، وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن أيضا حضور جميل ومميز هناك من الجانب الآخر سعيد. أيضا هناك رقم 6 حامل أشهدة مطر بسعيد بن عبيد الحميري، وتاسع المراكز هناك زعفرانة ومسلم بن سهيل بالدليلة العامري، وفي المركز المركز العاشر أتت الوسمية ومحمد بن سيب بن عبد الله بن أغرير الاجتبي. النتيجة واضحة أيها الإخوة، والأسامي كلها واضحة هنا معنا العشرة المراكز الأولى في هذا المعترك الجميل. عودة إلى المركز الأول مياس العود، مياس أيها الإخوة، ولكن أرهم لولا بفارق بسيط سعيد بن محمد بن سعيد المري مياس من الجانب الآخر، وسعيد بن عبيد بن محمد المهيري ثالث المراكز. هناك وصلت الحاكمة، وثاني بن أحمد بن علي الرزي الشامسي حاضر أيضا على مستوى المركز الثالث، وفي المركز الرابع مشكورة هزيم بن محمد بن هزيم المسافري. النصيبة في خامس المراكز مع هناك سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، نكتفي الإخوة بالخمس. خمسة مراكز أيها الإخوة، والشوط ثاني 12 للإبكار المحليات الأصايل. إلى أين سوف يغادر يراعي مياسة ويراعي هملولة ويراعي الحاكمة؟ الكل أيها الإخوة مقترب هنا إلى موقع الشوط، إلى موقع الشوط. الله الله، الحاكمة غيرت أيها الإخوة، الحاكمة اللي غيرت على المركز الأول وثاني بن أحمد بن علي الرزي الشامسي، ولكن مياسة مرافقة لهذا الشعار باسم سعيد بن عبيد بن محمد المهيري هملولة، أيضا بدأت تقترب أيها الإخوة لسعيد بن محمد بن سعيد المري، ولكن مشكورة مع انتسيم بن محمد بن هزيم المسافري رابع المراكز، وفي المركز الخامس النصيبة وسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري المست واصله، وعلي بن عبد الله بن علي بن واس لاجتبي. ها هي النتيجة، ولكن عودة إلى الكيلو الأخير، عودة إلى الكيلو الخطير، عودة إلى الكيلو الكبير. لمن الشوط أيها الإخوة؟ لمن الشوط؟ لمن الناموس؟ لمن الانتصار؟ هذا والعلم عند الله. الأماني كلها لك يا الرزي ويا المهيري يا بنواز يا المري. اللحظات الأخيرة التي تفصل الجميع عن خط النهاية، ولكن حكمت هذا الشوط حتى هذه اللحظات الحاكمة لعلي أو ثاني بن أحمد بن علي الرزي الشامسي. الله يا مياسة يا مياسة يا مياسة يا مياسة العود، مياسة العود اللي غيرت على المركز الأول الملكي عبيد بن سعيد بن عبيد المهيري. الله 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 الله, الله.
يقول الشاعر يا المهيري دور اليوم لملاقة سرك ما يهوى ركضها خلت امطاها مياسة مياسة تحرك كانها بقوة محرك وتجاوز دون ما تظهر عصاها عصاها مرفوقة ما تظهر مرفوقة ما تظهر إلى يوم ترفي الأحلام تهانينا والناموس لمالك مياسة ولجماهيرها ولمحبين هذا الشعار عبيد بن سعيد بن محمد المهيري على هذا الحضور في شوطنا 13 للإبكار المحليات الأصايل إلى مياسة وراعي مياسة عبيد بن سعيد بن محمد المهيري تاني الناموس الحاكمة ثاني بن أحمد بن علي الرزي الشامسي المركز الثالث علي بن عبد الله بن علي بن واصل الشتبي المركز الرابع حزين بن محمد المسافر المركز الخامس محمد بن سيف بن عبد الله بن غريل الشتبي 6 دقائق التوقيت 7 ثواني 74 جزء من الثانية تهانينا أيها الإخوة لمالك مياسة على هذا الحضور الجميل والمميز.